معايا عبر الهاتف الآن الدكتور وجيه عزام، رئيس الاتحاد المصري للدراجات. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. الله يبارك فيك، شكرا لذوقك يا فندم، ألف شكر حبيبي. أنا بالتأكيد الحكاية الدايرة دلوقتي والكلام كتير على موضوع الشهد، وخلاص اللجنة الأولمبية اتخذت قرارها بأن شهد مش هتشارك في الأولمبياد. سؤالي الأول لحضرتك، هل فضل. كل هذه الامور اللي نشرتها امبارح اللجنه الاولمبيه في بيانها انه لا يجوز مشاركه اللاعبه بعد الايقاف لمده عام من جانب الاتحاد المصري للدراجات، هل هذا الحديث او هذا الكلام حضرتك او الاتحاد ما كانش يعرفه؟ لا، الامر طبيعي ان احنا عارفين الاول، عارف انت. اتفضل يا فندم. وقفها ده ليك انت يعني. اتفضل يا فندم. الكلام ده طبقا يعني وقفها في الاتحاد الوطني لا يمنع مشاركتها في البطولات الدوليه، لا يمنع فعلا. لكن لو مثلا الدوله او اللجنه الاولمبيه، واحنا طبعا لازم نكمل كل احترام لاجهزتنا يعني الوطنيه، لما بتبقى ليها رؤيه دي ما تسافرش او ده ما يسافرش، طبعا لازم برضو تتقبل القرار باحترام. ده دي سلوكياتنا بالنسبه لنا يعني. لكن انت بتسالني من الناحيه القانونيه، بقول لك لا، ممكن لو هي توقفت محلي وليها رغبه تشترك بتبعت للاتحاد الدولي وبيوافق لها على المشاركه. يعني انت كده بتقول انه اللجنه الاولمبيه لو خدت قرارها في هذا الشان فربما قرار تربوي وليس لمخالفه قانونيه او اجرائيه عملها الاتحاد المصري للدرجات. انا كده فاهم صح؟ احنا ما عملناش اصلا اي مخالفه قانونيه، احنا بالنسبه لنا كاتحاد ما فيش اي مخالفه قانونيه ولا حتى اداريه. يعني البنت اخطات خطا والاتحاد المصري اداها يعني الجزاء اللي هو من وجهه نظره، واللجنه الاولمبيه ايدت هذا الجزاء. خد بالك يعني موضوع يعني سلوكيات فقط، لكن ما فيش خطا يعني ما فيش جرم. صحيح، في خطا، وده اللي انا عايز اقوله عشان بعض الناس بتكبر الموضوع قوي. ما انت عارف، انت في الكوره وانت راجل يعني استاذ في هذا المجال، انت عارف الكوره بيضربوا بعض وساعات يحصل واحد يقع وممكن يتكسر، ما بتقومش الدنيا وتقعد يعني. طيب. لكن هنا ايه السبب ان احنا خدنا هذا الاجراء برضو؟ عشان ما نكونش ان احنا حطينا في الاعتبار ان هذا الحدث او التصرف مقصود، بس صحيح ما دخلناش في النيه، لكن احنا حطينا في هذا الاعتبار عشان ما تبقاش قاعده ان اي حد يضرب حد ويقول لك انا مش قاصد. لا، اللي هيضرب هيتعاقب، قاصد بقى مش قاصد هيتعاقب. تمام، طبقا للقانون يعني، مش هيتعاقب يعني طبقا للهوى، طبقا للقانون. صحيح. في تصريح لحضرتك وانا حتى علقت على السوشيال ميديا بخصوص هذا الامر، قلت فيه انه مصلحه الرياضه المصريه انه شهد تشارك في الاولمبياد بعيد عن اي امر. انا هقول لك تعليقي بصراحه، وده سؤالي لحضرتك، ايهما افضل، انه تشارك شهد وهي ارتكبت هذا الفعل اللي بالمناسبه مش هنتبعها عليه، خلاص هي خطا وخلص، بس ايهما افضل، انها تشارك في الاولمبياد ولا ندي مثل وقدوه لباقي الشباب ان انت لو عملت حاجه زي كده ممكن ما تلاقيش نفسك في بطولات دوليه كبيره زي الاولمبياد؟ شوف، اولا فضل. يعني طبعا انا بحب دايما في البدايات لما يكون انت مثلا اول مره تغلط يبقى انا بحاسبك، بس برضو انا عندي الرفق. لكن اللي تكرر منك هذا الخطا يبقى حساب جازم، مفيش هزار فيه، واخد بالك؟ لكن انا بيبقى انا يعني ما اعرفش، جايز انا الحس الوطني برضه لمصلحه بلدي، بحب ان بلدي اللي هي فرصه انها تاهلت في حاجه زي كده ما كانش بيحصل. يعني الدراجات كانت على مدار السنين لا تمثل مصر في الاولمبياد. تمام؟ فلما تيجي فرصه ان يبقى لعيبه من عندي من مصر يمثلوا مصر في الاولمبياد، بالنسبه لنا احنا حدث جديد وحدث انجاز. واخد بالك؟ مش هقول لك انها كانت هتطلع مثلا في الاوائل في الاولمبياد لو انت قلت لي كانت هتعمل حاجه بالظبط. لا، بس انا برضو انت عارف ان يعني مش هنقول كل مستوى له، دي لسه طالعه. صحيح، لسه بنربيها ولسه بنجهزها. لما تروح تشارك عينيها حتى تشارك، وما كنتش هقول لك هتطلع الاخيره برضو، ما كانتش هتطلع الاخيره، تبقى عارف يعني. لكن ما كانتش هتطلع الاخيره. نعم، ما كانتش هتطلع الاخيره. حضرتك بتقول ما كانتش هتطلع الاخيره. ما كانتش هتطلع طبعا الأخيرة. لكن مش هتطلع الاولى، انت فاهم قصدي ازاي؟ يعني ايه انما اللي انا عايز اقوله، انت النهارده
عشان نعلم ولادنا وما نخوفهمش نوديهم ويشاركوا ويشوفوا، تضيع الرهبه. بعد كده المره اللي بعديها واللي بعديها تبص تلاقيهم هم بقوا دخلوا في الايه؟ في الاحتراف، سواء الاحتراف ده بقى من الجانب النفسي او الجانب الفعلي.